للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السيد جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. سيد جميل، أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري، هذا أولا. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. زيارة تعد ووصفها الخبراء سيد جميل بالزيارة التاريخية للرئيس الضيف التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، واستقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي له في مطار القاهرة الدولي. قراءتك أولا لهذه الزيارة التاريخية، وماذا عن المؤتمر وقاع المؤتمر الصحفي وتأكيدات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثوابت السياسة المصرية والتي كان لها محددات، وهي التصريحات بأن الزيارة تاريخية وأيضا الوقوف بجانب ثوابت الدولة المصرية بالحفاظ على مكتسبات كافة الدول دون الدخول في تفاصيل تذكر؟ هو بالطبع يعني هي بالفعل زيارة تاريخية وزيارة مهمة جدا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا عارفين الفترة الماضية، العشر سنوات الماضية، كان في جمود نوعا ما في العلاقات بين مصر وتركيا، لكن في الوقت الحالي وفي ظروف حالية، ظروف خطيرة تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتمر بها المنطقة بشكل كبير، هذه الزيارة ووجود الرئيس التركي في القاهرة والتنسيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل ما يخص منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الشرق المتوسط أيضا، كلها أمور في ذات الأهمية وزيارة بالفعل، لذا هي زيارة تاريخية. وكان الاستقبال من الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على أن هذه الزيارة بالفعل زيارة تاريخية وزيارة ستغير من وجه العلاقات بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة. لازم نعرف أن مصر في محيطها هي القوة الفاعلة في المنطقة، أيضا تركيا قوة فاعلة في منطقتها، تركيا عضو في حلف شمال الأطلنطي الناتو، تركيا لديها علاقات متميزة مع كل دول العالم، لها رؤية، لها قدرة صناعية، قدرة عسكرية، قدرة اقتصادية بشكل كبير جدا. أعتقد أن التبادل التجاري وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة أعتقد سيعود بالنفع على الدولتين، زي ما قال سيادة الرئيس النهاردة في المؤتمر الصحفي أنه الهدف أو المستهدف 15 مليار دولار اللي هو قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وأيضا اللي أكد عليه في المؤتمر الصحفي الرئيس التركي. طبعا هناك ثوابت كثيرة للدولة المصرية، أهمها ثوابتها في السياسة الخارجية اللي هو عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والعمل على الوصول إلى تهدئة في كل الدول، عدم التدخل في شؤون الدول. ولكن على الجانب الآخر بتسعى الدولة المصرية وثوابتها السياسية الوصول إلى التهدئة والوصول إلى حلول في أي دولة فيها صراعات وفيها نزاعات، وده اللي كان واضح منذ بداية أزمة مثلا الأزمة في ليبيا، الأزمة في السودان. في لو تحدثنا نعم سيد جميل، لو تحدثنا عن مجمل الملفات التي طرحت خلال هذه الزيارة، كان على رأس هذه الزيارة الملف الفلسطيني، غزة وإسرائيل، وتحدث أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ثوابت مصر في هذه القضية وعن حل الدولتين وعاصمة فلسطين القدس الشرقية على حدود 4 من يونيو عام 1967، وأيضا تلاقى هذا الفكر مع الجانب التركي والذي تحدث فيه سيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن لا تهجير، وهو يتفق مع الرأي المصري وعلى عن الانطلاق المصري من رأي ثابت وهو عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم في أي أرض أخرى. أيضا كان الحديث عن عدم التدخل وأيضا في إجراء الانتخابات في الجانب الليبي. رأي حضرتك سيد جميل في هذين الملفين، هذا أولا بالإضافة إلى ملفات أخرى. أهم ملف في الوقت الحالي اللي بتسعى إليه الدولة المصرية إلى الانتهاء من الأزمة اللي فيه اللي هو الملف الفلسطيني، وده اللي دايما بيأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثوابت الدولة المصرية ثوابت واضحة جدا في هذا الملف، هو إذا أراد العالم السلام، إذا أراد العالم أن يكون هناك تهدئة، فيجب حل القضية الفلسطينية، حلها
بأن تكون إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو ثابت للدولة المصرية، لا تحيد عنه أبدا، لا تحيد عنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى اليوم، ودائما ما يتحدث في هذه الجزئية، حل الدولة، إقامة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة على حدود الرابع من يونيو 67. على الجانب الآخر هناك موقف مصري ثابت وواضح جدا في ما يحدث في الوقت الحالي في قطاع غزة، من عمليات قتل، من عمليات تجويع ومحاولة تهجير. هناك ثابت واضح وصريح للدولة المصرية، اللي هو مصر لا تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة، لا تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو على حساب أي دولة أخرى. نعم. وده كان خط أحمر وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة. طيب. لم تسمح مصر بتصفية القضية الفلسطينية نهائيا، وده ثابت مهم بتسير عليه الدولة المصرية، بتؤكد عليه دائما. وفي تلاقي أيضا واضح جدا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد خلال المؤتمر على هذه الجزئية بالتحديد سيد جميل. لكن أتحدث معك عن شق آخر، وهو ما تقوم به الدولة المصرية بقيادتها السياسية الحكيمة ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إدخال وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإلى الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤازرته في هذه المحنة الكبيرة. كيف يمكن أن نثمن هذا الدور ونلقي أيضا، وأنت تعلم جيدا سيد جميل أن هناك آلة إعلامية تحاكي وتحيك المؤامرات ضد الدولة المصرية بهذا الأمر بشكل محدد وبشكل واضح دون مواربة؟ ده أهم دور بتقوم به الدولة المصرية منذ اليوم الأول للأزمة، من يوم 7 أكتوبر وما بعدها حتى اليوم. هتجد أن هناك ثوابت للدولة المصرية في إنفاذ ودخول المساعدات. نعم. من اليوم الأول كانت الشاحنات تقف على باب معبر رفح، هناك تعنت إسرائيلي كان واضح بقصف المعبر 4 مرات، لكن على الجانب الآخر الجانب المصري كانت تقف جميع وكالات الأنباء العالمية، وسائل الإعلام العالمية تقف وتوثق ما تفعله الحكومة الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من إعاقة دخول المساعدات. الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش وقف على المعبر وأقام مؤتمر صحفي وأعلن عن دخول المساعدات الآن، ولكن أيضا إسرائيل عرقلت دخول المساعدات في ذلك الوقت. مصر كان موقف واضح وصريح من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع دخول أي أو عبور أي شخصية تحمل جنسية أجنبية من معبر رفح من القطاع غزة إلى مصر، إلى الجانب المصري، إلا بعد دخول المساعدات الإنسانية. نعم. وده هذا كان موقف مهم جدا للدولة المصرية، وده يؤكد على ثوابت الدولة المصرية أمام العالم كله. وبالفعل اللي تم منع دخول أي من يحمل جنسية أجنبية إلا بعد دخول المساعدات من الجانب المصري إلى الجانب. كان هذا واضحا وبشكل جلي سيد جميل، وهو وقوف الدولة المصرية حكومة وشعب وقيادة بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق. القضية لها أبعاد أخرى ولها حسابات أخرى لدول وأطراف بعينها، من المعلوم ومن الواضح أمام العيان ما يستخدم وما يحاك داخل أروقة الأمم المتحدة واستخدام حق الفيتو النقد ضد مصالح الشعب الفلسطيني. لو انتقلنا إلى ملف آخر سيد جميل متعلق بهذه الزيارة والتي وصفت بالتاريخية، وهو ملف الليبي، والتي تحدث فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي عن وجوبية إجراء الانتخابات الليبية وتكون انتخابات ليبية ومواجهة التحدي والخطر الأكبر في المنطقة وهو خطر الإرهاب. كيف يمكن البناء على ما تقدم من مباحثات منذ العام 2021 وحتى هذه اللحظة؟ من أهم الملفات المشتركة بين مصر وتركيا هو الملف الليبي بالفعل. نعم. مصر وليبيا لديهم في الوقت الحالي هدف وحيد، هو استقرار الدولة الليبية، إعادة الاستقرار والهدوء إلى الدولة الليبية مرة أخرى. ولن يتأتى الاستقرار والهدوء إلى الدولة الليبية إلا بانتخابات
نزيهة ليبية، ليبية يشرف عليها الجانب الليبي، ويكون الليبيين كلهم في صف واحد، ما فيش انشقاق داخل الدولة الليبية. على الجانب الآخر يتم القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية المتواجدة داخل الأراضي الليبية، ونزع السلاح من كل تلك الجماعات أو الفصائل الليبية المختلفة، وينطوي تحت الجيش الليبي، الجيش الوطني الليبي. هو ده الهدف كان للدولة المصرية، وثابت أساسي للدولة المصرية في التعامل مع القضية الليبية منذ بداية الأزمة حتى اليوم. وكان في دعم كبير من الدولة المصرية للإدارة الليبية من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية. طبعا على الجانب الآخر تركيا لديها علاقات أيضا قوية داخل ليبيا، والتقاء الفكر المصري التركي في إعادة الاستقرار وإعادة الهدوء مرة أخرى إلى الجانب التركي، إلى الجانب الليبي الليبي، وعودة الاستقرار ليه والقضاء والعمل على القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية، ده شيء مهم جدا من أجل مصلحة واستقرار ليبيا، من أجل مصلحة واستقرار الشعب الليبي، من أجل أيضا مصلحة واستقرار الدول التي لديها مصالح حيوية مع الدولة الليبية زي ومن أجل تعزيز الأمن والسلم الدوليين. سيد جميل، لو انتقلنا إلى ملف آخر سيد جميل، وهو أيضا ملف تحدث عنه فخامة الرئيس، وتحدث أيضا خلال المؤتمر الصحفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الأمن والسلام في الدول الثلاث في إفريقيا. ومن المعلوم أن لتركيا دور بارز في الملف الاقتصادي داخل إفريقيا. تحدث في هذا الإطار الرئيس التركي عن السلام في الصومال وفي السودان بالإضافة إلى ليبيا. لو أخذنا التعامل في الملف الصومالي والملف السوداني، وأيضا لمصر رأي في هذين الملفين، كيف تنظر سيد جميل لطرح هذا الملف على يعني على الهواء خلال المؤتمر الصحفي؟ ده ملفين مهمين جدا، وطرحهم على الهواء مهم جدا. بالنسبه مبدئيا للصومال، طبعا عوده الهدوء والاستقرار وان الصومال تبقى دوله واحده دون اي انشقاقات فيها، ده يعطي الاستقرار لمنطقه القرن الافريقي. من المعروف ان منطقه القرن الافريقي من اهم المناطق اللي بتطل على البحر الاحمر، واي تهديد فيها يهدد امن واستقرار الملاحه في البحر الاحمر، وبالتالي يؤثر على الملاحه الاقتصاد العالمي ككل. اذا عوده الهدوء والاستقرار في الصومال هو مطلب مصري ثابت، ومصر الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على وحده اراضي الصومال كلها، وان مصر تدعم الصومال في وحده اراضيها. ايضا على الجانب الاخر هناك ايضا توافق تركي في هذا الإطار، وحدة والعودة للاستقرار في منطقة الصومال، القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية، وده شيء مهم جدا تم التطرق ليه اليوم، اللي هو القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية اللي متواجدة في العديد من دول، لعودة السلم والأمن في المنطقة بشكل كبير جدا. إذا القضاء على التنظيمات الإرهابية المتواجدة في الصومال والعمل على وحدة الصومال، ده دور مهم جدا، وبتؤكد عليه ودايما بيؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي تلاقي أيضا في الفكر وفي الرؤى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. على الجانب الآخر السودان، من المعروف أن السودان هي العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، والاستقرار في السودان هو استقرار للدولة المصرية. لهذا السبب نجد أن مصر بتسعى بشكل كبير جدا من أجل عودة الاستقرار، وقف الاقتتال الداخلي المتواجد في السودان في الوقت الحالي، العمل على أن تكون هناك دولة واحدة، قوة واحدة، جيش واحد قادر على حماية مقدرات السودان، والعودة أيضا مرة أخرى إلى الاستقرار في السودان مرة أخرى. وأيضا يعني هي ملفات سيد جميل، لكن إذا عدنا بالحديث للوراء عن مجمل العلاقات أو فيما يخص العلاقات الثنائية ما بين مصر وتركيا، أن مصر وتركيا تسعى إلى تبوء المكانة التي تليق بالدولتين المصرية والتركية، وهي علاقات جيوسياسية وعلاقات تاريخية تمتد لأكثر من 1000 عام. لو تحدثنا عن التعاون الاقتصادي ما بين مصر وتركيا، وأيضا كان هناك حديث عن التعاون العسكري في القطاع الدفاعي والقطاع العسكري، كيف يمكن تثمين هذه العلاقات في المستقبل سيد جميل، خصوصا أن هناك علاقات وهناك اتفاقيات مبرمة ما بين الدولتين؟
هو بالطبع العلاقات المصرية التركية في جزء يعني من آلاف السنين، يعني أكثر من 1000 سنة في علاقات بين مصر وتركيا، علاقات تبادل تجاري كبيرة جدا، علاقات اقتصادية بين الدولتين كبيرة جدا، تصل في الوقت الحالي إلى حوالي 3 مليار أو أكثر دولار، وبتطمح الدولتين بعد الاجتماع اليوم ولقاء اليوم أنها توصل ل 15 مليار دولار. طبعا ده شيء مهم جدا لتحسين الاقتصاد المصري والتركي الاثنين مع بعض في الوقت الحالي. من المعروف زي ما قلت لحضرتك في البداية أن الدولتين قوة فعلة كبيرة في منطقتهم. مصر تمتلك قدرات، تمتلك تكنولوجيا، تمتلك صناعات في كل المجالات، الاستفادة أيضا من الانفتاح على الجانب التركي. الجانب التركي طبعا عارفين أنه هو متطور في مجال الصناعات الاستراتيجية والصناعات العسكرية. فالاستفادة والتقارب المصري التركي في المجالات العسكرية ونقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة المصرية في صالح الدولتين، في صالح الدولتين بالتأكيد. العلاقات وأيضا استفادة تركيا من التجربة المصرية في مكافحة التنظيمات والجماعات الإرهابية، والاستفادة أيضا من خلال التدريبات العسكرية المشتركة هيعود بالنفع طبعا بالطبع على تركيا. إذا في استفادة كبيرة بين الدولتين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية أيضا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. ده شيء مهم، التنسيق المصري التركي مهم جدا في منطقة شرق المتوسط من أجل تحقيق الاستقرار، من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، من أجل أيضا تحقيق الأمن في منطقة شرق المتوسط في الوقت الحالي. وهذا ولد في كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك. وهذه العلاقات إن وصفت بالتاريخية من قبل الخبراء فبالفعل هي علاقات مثمرة وبناءة في شكلها وعودتها مرة أخرى إلى مسارها الطبيعي، يعد من أكبر المكاسب في هذا الوقت الراهن.